السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. اليوم راح نحكي عن قناه مصطفى مكرم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، معاكم مصطفى مكرم. مصطفى مكرم من الشخصيات اللي راح تحب تتابعه لانه باختصار بيقدم محتوى رهيب. كده انت عملت ايه؟ انت سامع الاصوات دي؟ عادي، النهارده الجو حر جدا. مصطفى مكرم من خلال قناته بيقدم فيديوهات مخصصه في الجرافيك بشكل عام. حابب تشتغل ديزاين علشان تعمل تصميم مثلا لوح، تصميم بروشور، تصميم فلاير، تصميم المطبوعات بشكل عام والدعاية والإعلان، تصميم كتب، تصميم مجلات، أو إنك حابب تشتغل في مجال الانيميشن والموشن جرافيكس والإنفوجرافيكس والفيجوال إفكتس، أو إنك تشتغل 3D، أو المجال كبير جدا. حتى لو أنت مهتم في الكاميرات وأنواعها وإيش النوع الأفضل لإلك، راح تستفيد بشكل كبير. ادي رونين اس، ان شاء الله نطلع بمشاهد كويسه النهارده، وانا متحمس جدا لتجربه الرونين اس بشكل غير طبيعي، فيلا بينا على طول نبدا. ولانه يو اونلاين بيهتم في دعم صناع المحتوى العربي وين ما كانوا، ننصحكم في متابعه قناه مصطفى مكرم.